السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضراتنا ووصلنا إلى موضوع combinations of events، يعني أنا عندي دمج أو مجموعة من الأحداث اللي هم ناجينك على حدثين. For two out events A and B، عندي حدث A وعندي حدث B. بالإضافة إلى أنه considering the probability of events A occurring and the probability of B occurring، يعني إحنا نعرف أنه عندي حدثين، فالحدث الأول حدث اللي هو A، والحدث الآخر أيضا حدث اللي هو البي. غالبا it is important to consider the other properties، مثلا ما هي الاحتمالات اللي لازم ندرسها بهذا الحدثين اللي لاحظتها نفس الوقت. أنه أول both events occurring simultaneously، يعني كلا الأحداث نفس الوقت حدثان، حدث A وحدث B. وأيضا بصورة عامة المهم الاحتمالية اللي مهمة لازم ندرسها أنه neither events A nor events B occurs، لا حدث A حصل عنده outcomes ولا حدث B حصل عنده outcomes، أو the probability that at least one، على الأقل واحد من هذه الأحداث occurs، يعني مثل أي حدث عندي والحدث بس، ولكن أن حدث B أيضا شنو ما حدث عندي، إذا أما يحدث A وما يحدث B، أو يحدث B وما يحدث A، فهذه كلها حندرسها إن شاء الله في هذا الموضوع. ناخذ اول موضوع من combination of events، ذا عندي two events. اول موضوع اللي اتوقع intersections of events، تقاطع الاحداث. ما المقصود تقاطع الاحداث؟ انه ناخذ احتمالية both events occur simultaneously، يعني حدث A وحدث B بنفس الوقت حدثان. هذا الاحتمالية this can be done by defining a new event، إذا هطلع لي event جديد، حدث جديد من هذه الأحداث اثنين A وال B consists يضم of outcomes that are in both event A and B. إذا من أقول تقاطع ال A وال B هو عبارة عن حدث جديد، التقاطع مالت ال A وال B هو يعتبر حدث جديد واحتماليته هي ال outcomes الموجودة بتقاطع ال A وتقاطع ال B، يعني الموجودة ب A و B سويا. نرمز له هذا الرمز A intersection B، هذا الرمز اللي هو تقاطع intersection of the event A and B، وقلنا اللي هو consist of the outcomes المخرجات اللي موجودة within A and B. The probability of this event اللي هو حدث احتمالية حدث A تقاطع ال B A intersection B is the probability that both events A and B occur simultaneously، اللي حدثان A و B سويا. راح نشوف ناخذ المثال بسيط حتى نعرف كيف نقدر نشوف هذه الاحتمالية. مثالنا هو الاكزامبل figure below show a sample space، اذا sample space هو قلنا مجال العينة كلها that consists of 9 outcomes، زيادة عندي 8 مخرجات، عفوا 9 مخرجات 9 outcomes. Event A consists of 3 outcomes. Event A B is get B 3 outcomes، 3 مخرجات. والEvent B consists of out of 5 outcomes، B is get 5. وعندي أنا إذا هو يقول لي 9 outcomes، 9 مخرجات. A يضم 3 وB يضم is get 5. find احتمالية A intersection B، هي احتمالية A intersection B، ويريد probability of A intersection A prime، هاي سنجن اللي هي complement المتمم، واحتمالية A prime intersection B، واحتمالية probability of A intersection B prime، هاي كلها لازم نتعلمها إن شاء الله في هذا المثال. هذا هو الشكل ظاهر أمامكم. كم outcomes عندي 9 outcomes، عندي شكيت 9. نحسب من هذا السادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا اللي هو sample space مالتي، قلنا هذا هو حتى راسمينه بلون المستطيل بلون أزرق ومنطي رمز الـ S sample space. وبي 2 events، event A يضم 3، هذا 1 هذا 2 هذا 3، والevent B يضم شكيت يضم 5، هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5. ليش؟ لأن 5 نقاط داخل البي و3 نقاط داخل الاي،
هسه من اقول لكم تقاطع الاي والبي ظاهر امامكم انه انا عندي فقط هاي الاحتماليه زائد هذه الاحتماليه مباشره، مو صحيح؟ ليش بنقول انترسكشن؟ بنقول تقاطع يعني الاوتكمز الموجوده بكلا الايفنتس اي وبي، بس ال 0.07 وال 0.19 هذول الاثنين الاحتماليات الموجوده وين؟ في كلا الايفنت اي والايفنت بي. وهذا الشيء واضح. هسه بنقول احتماليه الاي، هسه نجي جاي يسوي لنا جاي يحل لنا مثال، من يطلب من عندي سؤال احتماليه الاي، من الرسم اعطيك رسم اقول لك احتماليه الاي، راح تقول لي 0.01 0.07 0.19 هاي طلعت احتماليه الاي. احتماليه البي راح تقول لي هاي الخمسه 1 2 3 4 5 وين خمسه اثنين. من يقول لك احتماليه الاي تقاطع البي راح تقول لي فقط هاي الاثنين المشتركه بين من بين اي و بي. There are two outcomes that contain within both event A and event B, which is the probability of that both event A and B occur simultaneously. حتى نفس الوقت. ما هو الاحتمالية الـ A برايم؟ قبل شوي قلت لكم هذا الرمز برايم أو A داش. الـ A برايم اسمه الكومبلمنت المتمم of the event، متمم الحدث. هو يعتبر حدث is event consisting of six outcomes. بالـ A من أقول لك متمم الـ A راح تقول لي كل الاوتكمز ما عدا الحدث بالاي. خلينا نشوف انا عندي بالاي كم وحده عندي؟ 1 2 3. شنو ما حدث عندي بالاي؟ هذا ما عندي بالاي، هذا ما عندي بالاي، هذا ما عندي بالاي، هذا ما عندي بالاي، وهذا ما عندي، وهذا ما عندي. احسب ايش قد 6 1 2 3 4 5 6. اذا هم كل الاحداث العفو الاوتكمز اللي ما موجوده وين؟ بالاي. وهنا شرح 6 اوتكمز. ملاحظة، اكو احداث اللي هي نقول اي تقاطع الاي برايم. ما هو الاي تقاطع اي برايم؟ اي احتمالية الاي، والاي برايم هو احتمالية عدم الاي يعني المتمم مالتها، مو صحيح؟ هذا دائما احتمالية يعني تقاطع الاي وهي الاي برايم ما تقاطع. ليش؟ لان انا عندي الاي هو 3 والاي برايم هم 6، اذا انا اخذتهم كلهم. اكو بينهم تقاطع؟ ما اكو بينهم تقاطع، دائما تكون تقاطع الاي والاي برايم هو مجموعه فارغه فاي اللي نسميها امتي سيت. وبالتالي احتمال اي تقاطع اي مجموعه فارغه فاي جد احتماليتها صفر، يعني ما حصل على نتائج اوتكمز. وهذا الشيء نلاحظه بالرسم، من اقول اي بيها 3 ومتمم الاي بقيه الاوتكمز ما موجوده بالاي، يعني 6 6 و 3 9 هو كل السامبلز بيس جيد مالتي 9. اذا من اقول تقاطع الاي والاي برايم ماكو بيناتهم تقاطع. ليش؟ لان 3 بالاي و6 بالاي برايم وماكو بيناتهم تقاطع، فبالتالي انا عندي مجموعه فارغه الامتي سيت، والفاي معناته الامتي سيت. ومن اقول احتماليه المجموعه الفارغه دائما شو تكون؟ تكون صفر. اذا ما عندي اي احتماليه بالاي تقاطع الاي برايم، او كذلك الحال ايضا البي تقاطع البي برايم، ايضا مجموعه فارغه واحتمالية المجموعة الفارغة تكون زكيت صفر. And it is impossible، وهو غير ممكن، for the event A to occur، يحدث الحدث A at the same time، في نفس الوقت it is complement A يعني موجود، يعني ماكو شحاتي، ماكو انه انا يحدث الA ويحدث متمم مالته بحيث اقاطعهم، ماكو هذا التقاطع بيناتهم. ايضا عندي يريد عندي ايفنت جديد احتماليه الاي برايم تقاطع البي. شو المقصود به؟ الاي برايم ايش قد قلنا احنا؟ قلنا 6 والبي ايش قد قلنا؟ 5. احنا بنستعمل الرسم مالتنا الاي برايم قلنا هذه 1 2 3 4 5 6 والبي 5 1 2 3 4 5. يريد من عندي احتماليه الاي برايم تقاطع البي. وين تقاطع الاي برايم مع البي؟ اي برايم تقاطع البي. خلينا نجي نلاحظ بالرسم شويه. تقاطع الاي برايم قلنا يعني الكل هذا هذن ستة ما عدا بالاي، مع من؟ مع البي. البي كم وحده بي؟ بيها فقط 3 1 2 3. اذا من انا اعمل تقاطع للاي العفو للاي برايم مع البي، قلنا الاي برايم هم هاي السته ما عدا داخل الاي، يعني داخل هاي البيض الشكل البيضاوي الاول ما مو بس هذا التابع الاي ما له علاقه به. الاي برايم مالته هو خارج هذا الشكل كله، من ضمن هاي الثلاثه واثنين برا،
اما بالنسبه للتقاطع الاي برايم مع البي راح يعطيني فقط الثلاثه. ليش؟ لان هذا موجود داخل البي، هذين الثلاثه زائدا ايضا وجودهم شنو داخل الاي برايم، فاذا هاي المشتركه بين الاي برايم مع البي لا 0.14.0.12، بحيث احتماليه ذات ايفنت بي اكيور البي تحدث but event A does not occur. من أقول event A does not occur معناتها ال A prime يعني المتمم مالته. أيضا similarly يريد event A تقاطع ال B prime. هل سيريد A تقاطع ال B prime؟ مساء A prime تقاطع بها، سيريد A تقاطع ال B prime. خلينا نشوف احتمالات ال A. ال A كم وحدة بيه؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. زين ال B prime شنو ال B prime؟ كل ال events ما موجودة بال B. ثم احنا موجودة بال B، هذا وحده وهذه وحده وهذه وحده. اذا انا عندي ثلاثه ما موجوده بي من بالبي، وعندي الاي فقط بي ثلاثه، ما هو مشترك؟ فقط هذا المشترك. ليش؟ لان هذا داخل اي يعتبر، ويعتبر ايضا داخل متمم البي اللي هم ثلاثه، قلنا واحد اثنين ثلاثه العفو اربعه متمم البي. فبالتالي انا عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه متمم البي، وعندي واحد هو بالاي، فاذا هذا المشترك الوحيد اللي هو داخل الاي وداخل البي برايم، فهذا هو this is the probability that event A occur but event B does not occur. من يقول event B does not occur يعني بي برايم. يريد عندني جمع اجمع احتمالات الاي تقاطع البي واحتمالات الاي تقاطع البي برايم، وهذه طلعناها تعطينا شنو احتمالات الاي، تعطي نفس احتمالات الاي، تعطيك ثلاث نقاط. الغايه من هذا النوتس هذه الاخيره يعطيني ملاحظه او يعطيني قانون عام اعتمده انا بالحل مالتي، وايضا طبعا نفس الشيء تقاطع الاي الاي تقاطع الاي بروبرتي اوف اي انترسكشن بي زائد احتمالات الاي برايم انترسكشن بي تعطيني هذه ثلاث احداث وتعطيني احتمالات البي. فبالتالي يريد من عندي اعرف انه عندي قانون. القانون هو اذا عندي اثنين ايفنتس تو ايفنتس يحدثن احتمال التقاطع الاثنين مع احتمال الاي انترسكشن بي تعطيني احتمال الاي، واحتمال التقاطع الاثنين زائد احتماليه الاي برايم انترسكشن بي تعطيني احتماليه الثاني. فبالتالي وطبعا هم نفس يعني بصوره عامه انه ماتشوالي اكسكلوسيف ايفنت، ما هو الماتشوالي؟ انه يكون هذا الماتشوالي يعني اللي هو اذا كان عندي ما به اي يعني two events A and B that have no outcomes يعني ما بهن مخرجات، فبالتالي يسمونه mutually exclusive events. يعني A تقاطع ال B تعطينا شنو مجموعة فارغة فاي، وبالتالي احتمالية المجموعة الفارغة صفر. هذه يمتى تحدث mutually؟ إذا بالرسم مالتي نرجع للرسم، إذا ال A منعزل بعيد يعني هذا الشكل البيضة الأول مالت ال A هذا العفو بعيد على اليسار، والشكل البيضاء مالت البي على اليمين، يعني ما بيناتهم شنو؟ تقاطع. فبالتالي الاي تقاطع البي صفر، لان الاي بحده مستقله والبي مستقله، بس بهذا مثالنا لا، اكو بيناتهم نقطتين مشتركه يعني بهم تو اوتكمز مشتركه هنا أنا. فبالتالي عندي تقاطع. لو عندي هذا نفس الشكل البيضاوي اي ارفع على يسار، والشكل البيضاوي للايفنت بي بعده على اليمين، فبالتالي راح ماكو بيناتهم تقاطع. فبالتالي تكون ماتشوالي سولوجي ايفنتس انه هو تكون دائما فاي ما عند جمعت اي اوتكمز بيناتهم، واحتماليه الفاي هو ايش قد منه؟ صفر. هذه القوانين نحفظها بلون رصاصي، انه الاي اقاطعها ويا بي هي نفس الشيء بي تقاطع الاي، الاي اقاطعها ويا الاي هي تعطيني اي ماكو غيرها، البي اقاطعها ويا بي تعطيني بي ماكو غيرها، الاي اقاطعها ويا السامبل سبيس من اقاطع الاي ويا السامبل سبيس. اذا قاطع الاي مثل قبل شوي قلنا شنو المشتركه ثلاثه، والاس عندي تسعه، شنو المشترك بين الاثنين الاي والاس؟ هو داخل الاي فقط اللي تكرر مرتين، يعني تكرر مره بالاي وتكرر مره بالاس، فاذا تكون شنو هي احتماليه الاي؟ احتماليه الاي انترسكشن فاي تعطيني فاي، وايضا انا هم عندي احتماليه الايفنت اي والتقاطع مالت المتمم مالته شنو قلنا دائما فاي، واحتماليه الفاي تعطينا صفر. وعندي هذا قانون التبادل انه الاي من اقاطع مع البي تقاطع السي، هو نفس الشيء كانه قاعد انقل قوسين بين الاي والبي وتقاطع السي، التقاطع يدخل عليه من الاقواس يعني يصير تبادل بالاقواس.
ناخذ موضوع unions of events، اتحاد الاحداث. هسه اخذنا intersection قبل شويه شرحناه، هسه نشرح union الاتحاد. The event A union B نقل union consists of outcomes that are contained within at least one of the event A and B. هو الاتحاد المقصود به هو الاحداث الموجود الاوتكمز الموجوده على الاقل في احد الايفنتس احد الاحداث اما الاي او والبي. احتماليته دائما تكون probability of A union B ايش تنقري. ملاحظه the outcomes in the event A union B can be classified into three kinds. ما هو يعني الأحداث اللي نتوقعها في اتحاد two events؟ تكون in event A but not in event B. قد تكون كلها بA ما موجودة بB بس أنا أجمع اثنيناتهم. قد تكون كلها بB وما عندي بA، أو قد تكون في A مع B مع بعضها البعض. بما أنه الاحتمالية A union B هي حاصل summation جمع الاحتماليات قيم الاحتمالية أو the outcomes within mutually exclusive events، يعني الأحداث اللي تكون دائما تكون بها احتمال تصير phi، فهذا قانون مالت probability of A union B. ما هي احتمال قانونه؟ احتمالية A intersection B prime زائدا احتماليه الاي برايم، المره بالعكس انترسكشن بي زائدا احتماليه التقاطع بين الاي والبي. هذا قانون عام نحفظه. اي يونيون بي ان اي انترسكشن بي برايم زائدا اي برايم انترسكشن بي زائد احتماليه المشتركه تقاطع الاثنين مع بعض. بسرعه اذا راح نقول هذا الحد الاول شلون نستخرج الاي انترسكشن بي برايم، هو احتمالية الـ A ناقص احتمالية التقاطع مالتهم. والثاني شلون نستخرجه؟ هو احتمالية الـ B ناقص التقاطع بين الاثنين. فبالتالي أنا حتى أحصل على قانون موحد للاثنين أخلي هذه أعوض بما بالمعادلة الأولى، وهذه أيضا أعوض بنفس المعادلة. من راح أصير عندي احتمالية الـ A زائد احتمالية البي ناقص احتمالية اي تقاطع بي ناقص احتمالية اي تقاطع بي، وشنو عندي؟ عندي زائدا احتمالية اي تقاطع بي. فبالتالي عندي اثنين ناقصا احتمالية وعندي واحد من اول بالقانون مالتي الاصلي، راح تحصل بهذا القانون احتمالية الاي انتر يونيون بي هي احتمالية الاي كلها، واحنا قبل شوي قلناها زائد احتمالية البي كلها، بس شنو؟ ناقصا الاحتمالية بين الاثنين التقاطع مالتهم، يعني اي كلها زائد بي كلها ناقص الانترسكشن مال الاثنين الاي والبي. هذا ايضا قانونها من الحفظ، مع قوانين مؤشرها بلون رصاصي مهمه. This equation has intersection of the interpretations that the probability of the at least one of the events A and B occur can be obtained by adding the probability of two events A and B. Then subtracting هذه ايش احنا طريقه شلون انه جاي انا احسبها. If the event A and B are mutually exclusive، شنو A وال B؟ يعني ما بينهم تقاطع، يعني شكل بيضاوي الA بحده ما متقاطع مع شكل بيضاوي خاص للB. فبالتالي التقاطع مالهم شو يعطيني؟ فاي، يعني الاي والبي تقاطعهم يكون فاي، فبالتالي احتماليه الفاي شو يعطيني؟ صفر. فاذا ارجع للمعادله مالتي بما انه تقاطعهم صفر هذا الحد يعني صفر هنا انا ما عندي، فتكون فقط الاي يونيون بي هي احتماليه الاي زائد احتماليه البي. هاي بيا حاله اذا كان الاي والبي ما بيناتهم شنو؟ تقاطع. ناخذ مثال. The sample space of nine outcomes. السامبل سبيس اللي اخذناه قبل قليل من الساعه بالمثال الاول اللي شرحناه can be used to determinate to demonstrate some general relationships between unions and intersections of events. يمكن هذا يعني يوضح لنا هذا الشكل نفسه القديم العلاقات العامه بين الاتحاد والتقاطع.
قلنا ذا ايفنت اي يونيون بي. ما هو الاي يونيون بي؟ قبل شوي شرحناه، هو عباره عن كل بالاي، هاي معادله موجوده امامنا، وكل بالبي ناقصا تقاطعهم. وانا عندي من الرسم الاي هذه اجمعها كلها مع البي كلها، احتمالات البي شقد قيمتها، وبالتالي احصل على شقد الاي يونيون بي، احصل على 6 اوت 5، وهذه تعطيني احتماليه. هسه خلينا نرجع للشكل مالتنا. احتمالات الاي شقد عندي؟ 1 2 3. احتمالات البي تنطيني 1 2 3 4 5، هاي جمعناهم صار عندي شقد؟ 3 و5 8. اطرح التقاطع بيناتهم، التقاطع اللي هو شقد؟ هذه وهذه، فصار عندي شقد؟ 6. قلنا اول شيء 3 الاي اجمعهم مع البي كلها 5، 3 و5 شقد؟ صار عندي 8 outcomes. اطرح من هذول المشتركات الاثنين التقاطع مالتهم، يصير عندي 6 outcomes. وهذا هو الكلام اللي بالمثال اللي احنا قلنا عليه، حصلنا على هاي 6 outcomes. The event A union B prime. شو المقصود الـ A union B prime؟ يعني المقصود به هو الـ complement of the union of event A and B. Consist of three outcomes. ليش ثلاثة فقط؟ ليش that are neither in event A nor in event lab A ولا B. ما هما الاحتمالية مالت الـ A union B prime؟ لاحظها بالرسم مالتنا. الـ A union قلنا قبل شوي أشرناهن. هذه أشرناهن للستة تقريبا. ما هما اللي ما موجودة بـ A union B؟ يعني هذا عندي ما موجود، وهذا ما موجود، وهذا ما موجود، ثلاثة. هذه هي الـ A union B برايم، الما موجودة بالـ union، وهذه هم الثلاثة. المقصود بها يعني هي تعتبر نفس الوقت. احنا خلي بالنا شغلة، انه الـ A union B زائدا الـ A union B برايم تعطيني شقد؟ واحد. يعني معناته البرايم هو السامبل سبيس كله ناقص من ناقص اليونيون، وهذا الشيء نلاحظه. احنا قبل شوي قلنا قلنا انا عندي باليونيون الاي يونيون بي تعطيني هاي بين ستة الموجودة بداخل الشكلين البيضاويين. الاي يونيون بي برايم قلنا هذا الثلاثة 1 2 3، فبالتالي من اقول اي يونيون بي هذا داخل الشكلين البيضاويين زائد خارج الشكلين البيضاويين، يعني المتمم مالتهم تعطيني شنو؟ السامبل سبيس كله، يعني تعطيني كل الاوت كمز داخل من داخل السامبل سبيس. ودائما احنا نقول السامبل سبيس الاحتماليه مالتها الكليه تكون دائما تكون واحد، فاقدر استخرج يعني عن طريق اقول انه الاي يونيون بي برايم هي عباره عن واحد سامبل سبيس ناقص من ناقص الاي يونيون بي. طبعا هذا قلب الانترسكشن لليونيون، انه بحاله انه عندي اي يونيون بي برايم هو نفسه اي برايم انترسكشن بي برايم. هذه ملاحظه لازم نفهمها، يعني اللي ذوز اللي تضم ذوز اوت كومز، هذه تضم المخرجات سيمتينيسلي نايذر اللي تكون موجوده، العفو ما موجوده بايفنت اي ولا بايفنت بي. يعني الاي يونيون بي الكل برايم، يعني الحدث من اقول لك اوجد احتماليه الاي يونيون بي الكل برايم، راح تقول لي هو احتماليه الاي او حدث اي برايم انترسكشن بي برايم. وهذا الشيء طبعا هنا هسه هنا نقدر احنا شو نسوي؟ نقدر هنا عندي احتماليه اخرى، احتماليه انه الاي برايم يونيون بي برايم، هذا طبعا ايضا استخرجناها منين؟ من الشكل. وعندي احتماليه اخرى الاي انترسكشن بي الكل برايم تعطيني اي برايم يونيون بي برايم. يعني شوف نلاحظ انه هذا القانون، اذا الاي يونيون بي الكل برايم من افتح القوس راح يكون اي برايم نفسه والبي برايم، بس الاشاره شنو اقلبها؟
هنا عندي تقاطع الاي انترسكشن بي، ايضا الكل برايم. راح افتح القوس راح يكون اي برايم وحده والبي برايم، ولكن شنو ايضا الاشاره شنو اقلبها، اذا كانت هي انترسكشن راح تكون شنو يونيون، وهذه راح تكون هي يونيون اصبحت انترسكشن. هذا ايضا قانون نحفظه. ملاحظه العامه انه انا عندي الاي يونيون بي هي نفس البي يونيون اي، واحنا قلنا من ساعه تقاطع انترسكشن اي ايضا اي تقاطع البي هو نفس البي تقاطع الاي. الاي يونيون اي هو نفس الاي، والاي يونيون اي هو السامبل سبيس يعني مشترك بيناتهم اثنيناتهم راح يكونون. الاي يونيون فاي تعطيني الاي، والاي يونيون اي برايم تعطيني السامبل سبيس. ليش؟ لان الاي اذا عندي حدث كامل يعني زائد المتمم مالته شو تعطيني السامبل سبيس. وقانون هذا انه اذا دخل اليونيون داخل الاقواس الاي يونيون بي يونيون يونيون سي، يعني عندي ثلاث احداث الاي يونيون بي يونيون سي راح تكون اي يونيون بي بحد اقدر اغير الاقواس، وبعدين الناتج مالهم اطلع ويا من يونيون ويا من ويا سي نفس مال قانون الانترسكشن. ناخذ هسه اخذنا هذا الكلام قبل شويه، اخذنا لنوعين من الاحداث اي وبي، الاي والبي، واخذنا نوعين من عندهم بالكومبينيشن، اخذنا الانترسكشن واخذنا اليونيون، يعني اخذنا التقاطع واخذنا الاتحاد. راح ناخذ هسه اذا انا عندي 3 ايفنتس ثلاث احداث هسه مو 2 لا يعني اي وبي وسي وحذر كلهم نفس الوقت، كيف انا اوجد في المعادله عامه لها قانون؟ من اقول لك القانون مالتها؟ من اقول لك التقاطع؟ راح تقول لي تقاطع معروف التقاطع. التقاطع هو المشترك بالاي والبي والسي. نلاحظ هذا الشكل هسه، وين التقاطع؟ احنا منو المشترك بالاي والبي والسي؟ هاي الدائره للاي، الشكل البيضاوي هذا المن للبي، وهذا الشكل البيضاوي المن للسي. ما هو العنصر المشترك؟ العنصر المشترك فقط رقم 6، يعني هو بالاي وهو بنفس الوقت بالبي وهو بنفس الوقت بالسي. هذا هو الاي انترسكشن بي انترسكشن سي. اما اليونيون الاتحاد فإلى قانون، القانون مالته انه يكون احتماليه الاي كلها زائد احتماليه البي كلها زائد احتماليه السي كلها. اطرح المره شنو؟ اطرح العناصر المشتركه بين كل اثنين، اي انترسكشن بي زائد اي انترسكشن سي زائد بي انترسكشن سي. اسوي هذا الطرح اللي طرحته انا من القانون، هالمره اجمع احتمال التقاطع بين ثلاثتهم اي وبي وسي. ارجع اشرح لكم اياه، من اقول لك اي يونيون بي يونيون سي، ناخذ الاي كلها ناخذ البي كلها وناخذ السي كلها، هاي هي الاي والبي والسي. شو اطرح هالمره؟ اطرح تقاطع الاي والبي اللي هو هذول الاثنين راح معته، اطرح البي والسي اللي هو شنو البي والسي هنا شنو عندي البي والسي عندي هاي 6 و7، واطرح الاي والسي، الاي والسي شنو هو الخمسة والستة. فصار عندي هذا الشكل وهذا يعني هذا الشكل هذا الموجود هنا هذا يعني 3 و6 و5 و7 انشالوا. ليش؟ لان طرحتهم بالتقاطعات. هالمشاري اضيف التقاطع اللي هو اضيف العنصر المشترك اللي هو الاي والبي والسي هو 6. هنا أنا الشرح مالته انه ايفنت اي يضم 2 و3 و5 هذا 2 و3 و5 والايفنت بي العفو 2 و3 و5 6 العفو 4، وتقاطع الاي والبي يضمن شنو؟ بس ال 3 و6 هذا 3 و6 بين الاي والبي. يعني نتكلم اي انترسكشن بي انترسكشن سي قلنا هذا التقاطع مالته 3، طبعا قلنا هو بس فقط واحد اللي هو فقط شنو 6. اذا المنطقه رقم 1 هذا هو رقم 1 اللي هو خارج الايفنت 3، دائما نصح للاي يونيون بي يونيون سي. ليش؟ لان هو لا بالاي ولا بالبي ولا بالسي، فدائما نقول اي يونيون بي يونيون سي. بس شنو اذا نقول هذا هو هذا هو
هذا اليونين. من نقول برايم هو خارج الاشكال فهو شو يكون عندي؟ فقط الواحد. صورة عامة in general لازم احنا نحسب الحساب مالتنا العدل حتى ما يصير عندنا مشاكل. راح نشوف عندنا قانون اخر A union B intersection C. شوف هنا تغيرت الاشارة، مو كلها union ولا كلها intersection، هنا عندي union و intersection بنفس ال events. ال A union اقدر اخلي قوسين يعني ال A يعني استخرج لي واحدة وبعدين اطلع ال B intersection C، واقدر اخذ القوسين بالبداية اقول ال A union B لوحدها طلعها وبعدين اقاطعها مع من؟ مع السي. اذا اقدر انا استعمل الاقواس ايضا حال حال القوانين السابقه ذا تو ايفنتس، ادخلها اخليها بالبدايه او اخليها وين؟ بالنهايه، بس ما تلاعب بمن؟ بالاشاره. هنا هذا الكلام جاي يشرح لنا اياه على شلون نوجد الاحتماليه مالتهم. هذا الشكل، الشكل هذا الموجود يبين 3 ايفنتس، بس شنو هي ماتشوالي اكسكلوزيف ايفنتس اللي تكون احداث ما مترافقه مع بعضها، يعني ما مترابطه مع بعضها. فبالتالي الاي يحدث بوحده والبي يحدث بوحده والسي يحدث بوحده، ما بيناتهم عناصر مشتركه، ما بيناتهم اوتكمز مشترك. فبالتالي من اطبق القانون مالتي القديم من اقول لك اليونيون اي يونيون بي يونيون سي، الاي موجوده البي موجوده السي موجوده، عندي اي والبي لا ما عندي، ما متقاطعات، عندي الاي والسي ما عندي هم صفر، عندي البي والسي ما عندي زين، عندي تقاطع بين ثلاثتهم هم ما عندي صفر، فاذا راح تصفر هذه كلها تتصفر عندي، يبقى لي فقط ال A وال B وال C. هو ال A وال B وال C اذا كان شنو هذا الشيء. لاحظ من الرسم، لاحظ من الرسم، شوف هسه نشوف الاحداث متباعده مع بعضها البعض ال A وال B وال C، كل واحد عنده عناصر خاصه، ماكو بينهم تقاطعات. فاذا من اقول لك احتمال اليونيون اي والبي والسي راح تقول لي داخل اي فقط، زائدا داخل البي فقط، زائدا داخل السي فقط. ناخذ ان قوانين مهمه ل 3 ايفنتس. كوميوتيتيف لو، كوميوتيتيف لو انه انا عندي الاي يونيون بي هو نفس البي يونيون اي، والA intersection B هو نفس الB intersection A. Associative law قانون المشاركة، الA union B union C قلنا هذا نفس الشيء، فقط الأقواس أبعدها، أقدر هذا القوس يخلي البداية يخسر بالنهاية، فبالتالي الA بوحد واليونيون ما دام نفس الإشارة ما غيرتها تبقى نفسها. والA intersection B intersection C نفس الشيء قلنا، أقدر أخلي الأقواس وين؟ في آخر two events. ديسبيوتيف لو قانون التوزيع، لا هذا قانون التوزيع هنا أنا شوي يختلف، خلي بالك من اقول لك توزيع يعني الاشارات بين الثري ايفنتس مو نفس الاسوسيتيف، الاسوسيتيف هو نفسه اما كله يكون يعني هنا مشاركه، يعني كله يكون يونيون ويكون ناتج يونيون، او كله انترسكشن ويكون ناتج انترسكشن، بس بالديسبيوتيف لا راح اوزع الاقواس، بس بما انه الاشاره مختلفه، هنا عندي يونيون هنا عندي انترسكشن، انتبه لنا اي يونيون بي كانه انا هذا القوس قاعد اضرب بين من بالسي، يعني مره يصير اي وسي، يعني السي هاي دخلتها بين قوسين كانه انا الاي والسي، وهنا انا شنو عندي؟ بقالي البي والسي. الاولى يونيون ايش راح تصير؟ انتبه عليه، بما انه هذا انترسكشن راح اخلي بيناتهم انترسكشن، عفوا انترسكشن اي ايضا انترسكشن انترسكشن، ويبقى شنو بيناتهم؟ ايش راح يكون؟ يونيون، يعني انه كانه قاعد اضرب انا اوزع السي الى القوسين، الى القوسين الاي والسي، الاي والسي، الاي والسي والاي والسي، بما انه السي هي انترسكشن وي داخل قوسين، فهي هي اشاره راح تنضرب، يعني نحصل اي انترسكشن سي والبي انترسكشن سي، والاشاره كانت سابقا يونيون فتبقى شنو؟ يونيون بين القوسين. نجي للحاله الثانيه، انا وانا عندي اي يونيون بي انترسكشن سي، ايضا راح ادخل اي واشارتها لمن؟ داخل قوسين A union B A union B A union C A union C. الإشارة كانت داخل قوسين تقاطع، راح تكون إشارة داخل خارج القوسين شو تكون؟ تقاطع. هذه قوانين أيضا تحفظوها.